السلام عليكم. حضرتك النهارده شايف ايه الجمعه خاصه معظم الطيارات لم تشارك فيها؟ بسم الله والحمد لله، جمعه عظيمه، وممكن ان يمثل الحق شخص واحد. لو شخص واحد مسلم او مسيحي او ليبرالي او علماني او اسلامي وقف يعبر عن الحق في ميدان التحرير سنكون مدينين له ونعترف بهذا الحق. يعني ليس بالضرورة الحق يكون مع الأكثرية ولا مع الأغلبية. وأنا متوقع أن بعد الصلاة وبعد العصر إن شاء الله سترى الملايين، ليس فقط في القاهرة ميدان التحرير إنما في كل ميادين مصر، لأن ثورة استرجاع الثورة أو استرداد الثورة أو إحياء الثورة جمعة عظيمة جدا يجب أن تكون منطلقا جديدا لإلغاء كل القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ وكل ما اتخذه المجلس العسكري أو الحكومة من إجراءات لا تتفق مع أهداف الثورة يجب أن تنتهي اليوم إن شاء الله. دكتور، هل ترى لحضرتك التاريخ يعيد نفسه من ثورة 52؟ الدنيا بتتطور، لا يمكن نتكلم على 2010 أو 2011 بنفس المنطق اللي حصل سنة 1952 ولا 1954، لا نتكلم عنه. كلمة للذين لم الطائرات التي لم تنزل اليوم كنصيحة. خسروا كثيرا أنهم لم ينزلوا إلى الميدان ويلتحموا بهذا الشعب. الذي يفصل نفسه عن الشعب يخسر، والتاريخ يرصد. إن لم يكن التاريخ في مصر فالتاريخ في العالم كله يرصد. وكل هؤلاء الذين لم ينزلوا اليوم هم من أوائل المستفيدين من هذه الثورة. شكرا دكتور، جزاك الله خير.